مقنعة للناس. نحن نتحاور أمام 465 واحد. طيب أنت قلت لي على أن الصحراء الغربية هي مغربية أبا عن جد، صحيح؟ نعم أكيد. بارك الله فيك. أنا لازم في إطار تسيير النقاش وفي إطار الناس تفهم، خاصني أنا وأنت نوقف نقطة بنقطة نقطة بنقطة باش نفهم والناس تفهم. أبا عن جد، أعطينا هذا الأب وأعطينا هذا الجد. تحياتي. منذ نعومة الأظافر ديال الأب ديالي والجد ديالي يعيشون في تلك الصحراء، والنظام المغربي برايته وعالمه. خليني نكمل، انا باقي ما قلت جمله مفيده، باقي ما قلتهاش يا ودي. لحظه، راني كنتفاعل معاك. تفاعل تفاعل كنتفاعل مستوى النقاش. تفاعل معك، انا كنمشي معك الصحراء الغربيه مغربيه ابا عن جد. من هو هذا الاب ومن هو هذا الجد؟ هو اباك انت وجدك، صحيح؟ نعم. طيب أباك أنت وجدك ليسوا بصحراويين حتى يمغربون الصحراء الغربية؟ يا أرضهم. لا لا لا، الأرض ديالهم كيف الأرض؟ أنا ساكن في الأطلس وأرضي تمتد حتى القويرة. بارك الله فيك، أنت ساكن في لذلك الأطلس، لذلك تمتد حتى لطنجة. بارك الله فيك، أنا ما عندي مشكلة، أنا سمي قل ما تشاء وأنا أقول ما أشاء ونترك الحكم للناس. طيب بما أن الأب ديالك أنت والجد ديالك هما الذين جعلوا من الصحراء الغربية مغربية، وبما أنك أنت ابن الأطلس، صحيح؟ بيان سور. هذه الأطلس التي تسمونها أنتم بجبال الأطلس، فيها واحد الجبل كي يسمى بجبل درن. تمحور النقاش السي حمدي، خلينا في الصحراء المغربية. يا أستاذ الكريم، شوف كتعلقوا دائما في كتفلقوا. هذه جبال الأطلس التي تسمونها أنتم بجبال الأطلس، فيها جبل يسمى بجبل درن. لا أعرف هذا الجبل. إذا أنت لست بابن الأطلس. لا أنا ولد الأطلس، أنا كنفهم في الصحراء المغربية فقط. طيب أنا لست هنا لنقاش الصحراء المغربية، أنا أناقش الصحراء الغربية. شفت، إذا كنت أنت الذي تنسب لنفسك بأنك ابن جبال الأطلس ولا تعرف جبل درن، طيب سنة 1769، اسمع السؤال ديالي، 1769 قبل أباك وجدك وجد جد جدك، أوكي؟ رحمهم الله. الله يرحمه. آمين يا رب. أنا من بيني مع أبوك وجدك وجد جد منين جدك إلا الخير والأحسن، الله يرحمه. طيب سلطانك بعث برسالة موجودة إلى يومنا هذا إلى الملك الإسباني كارلوس الثالث، قال له بالحرف الواحد بأن لا سلطة له بعد واد نون. وسؤالي الآن، واش هذا السلطان كان سكران، كان متحشاش، كان مبواق، شنو هي المصيبة ديالو؟ ارفع شوية من مستوى النقاش يا أستاذ الكريم، اسمعني الله يجزيك، واش هذا السلطان مبوق، سكران، مريض، مصرفق، شنو واقع له حتى يبعث برسالة رسمية إلى الملك الإسباني كارلوس؟ دليل سي حمدي، الدليل. أعطيتك بالدليل سنة، ممكن أننا نشوفه. أعطينا نشوفه. اسمعني أنت في حد ذاتك، باش نفتح لك قوس للتوضيح ونرجع للنقاش، أنت في حد ذاتك نقاشي معك ليس غاية بل هو وسيلة. وسيلة لماذا؟ لإيصال المعلومة ل 481 شخص. كذلك نفس الغاية أنا وياك، نفس. بارك الله، أنا ما عندي غاية فيك، أنت مجرد وسيلة، ولكن أنت عندك في أنا غاية، أوكي مع حقك. طيب أنا قلت لك أن سلطانك محمد بن عبد الله بعث برسالة إلى الملك الإسباني كارلوس الثالث يقول له بها أن لا سلطة له بعد وادنه. نجيك المعلومة أخرى، هذه كتبقى تراها تحمدي ما لم أنا أرى الدليل بأم عيني. يا, ما كي...
أنا أنت إذا فوق أنت 485 كتسنى في الدليل. اسمعني 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 واسمع اسمعني راهو شوف المقاطعة. لا 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 وانت اللي كتقاطعني اما تسس لي انا وسيد الديكتاتوري اللي كاين عندك ما تمارسوش عليا. انا ماشي غادي نمارس لك الديكتاتورية، انا لا ينلطم بيا في الغضب ونقول لك طيري رفدك بس بالله واخو. انت في حد ذاتك، انت في حد ذاتك ما انكش عارف حتى جبل درن، ما انك عارف حتى جبل درن في جبال الاطلس وجاي تناقشني انا في الصحراء الغربية. دار فين السيطر تاع المحيا؟ الا كنتي دار فين السيطر تاع المحيا قولها لنا، الا كنتي دار فين جوان قولها لنا.